الذكاء الاصطناعي في حماس كثير كبير عليه هلا ب 2023، لانه اخر 10 12 سنه في تطورات صارت بالرقمنه والتكنولوجيا يلي سمحت للذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير اليوم بيومياتنا عاده. يعني مثلا في خدمه اسمها تشات جي بي تي، يلي كثير عدد من الاشخاص، ملايين الاشخاص عم يستعملوها عالميا، وحتى مؤسسه مايكروسوفت عملت استثمار بمليارات الدولارات لحتى هذه التقنيه تكون موجوده بالبحث بالكمبيوترات اللي عم تستعملها وبهيدي الاجهزه. هيدي التقنيه شو بتعمل؟ فيها نسال نحن سؤال معين، السؤال بدل ما يكون في عندنا بحث على جوجل يكون في معلومات وروابط نحن نفوت نشوف شو الموضوع، الذكاء الاصطناعي بياخذ السؤال بيدرس الانترنت وبيعطينا الجواب خالص مخلص. نعم. هذا اليوم عم نقدر نعمله لانه من 10 12 سنه فيها التقنيات اللي صارت. الذكاء الاصطناعي الثاني عم يكون مثلا بالسيارات مثل التسلا وغيرها، عم يكون في يقدروا يعني كقياده ذاتيه وغيرها، فنحن عم نلمس بيومياتنا اكثر واكثر الذكاء الاصطناعي والاستفاده منه. حاجاتنا اليومية وتطور والثورة الصناعية الرابعة تعزز ربما الإقبال والحاجة إلى هذه التقنيات، وهذا ما يجعلها ربما يعني عنصر لامع أو أساسي بالاستثمار مستقبلا. لنتحدث عن الرقمنة، هل ما وصلنا إليه من تطور في مجال الرقمنة لم يصل بعد إلى التشبع؟ هل ترى أنه سيكون هناك مزيد من الفرص استثمار بهذا المجال بالرقمنة؟ الرقمنة بعد بأول أيامها، يعني إحنا بعد ما شفنا شيء، وهلأ بس الناس بكرة بالمستقبل بيشوفوا هذا الفيديو والمقابلة هذه بيقولوا آه ولكن كان بعضهم عم يحكوا، فالرقمنة بعدنا نحن بأولها وكلها هذه حتتغير، يعني طريقة شغلنا، طريقة دراستنا كيف بتكون، طريقة كيف نتواصل، هذه كلها عم تتغير لقدام، بنشوف نبذي نحن منها. ويلي أكثر شيء عم نفهمه نحن بس نحضر أفلام معينة فيها شيء خيال علمي، يلي هي بتقرب لنا شوي أكثر الفكرة، بس هي اليوم ما وصل بعد، بس بعدها عندها تطور كتير كبير لقدام، وهذا أكيد رح يغير نحن شو بندرس، كيف بنشتغل، شو بنعمل، كلها هذه الوظائف كلها بتتغير. ولكن عندما نتحدث عن عامل الأمن والأمن السبراني وغيره بمجال العمل والاستثمار وهذه التقنيات، إن كان الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيره، إلى أي حد المخاوف المتعلقة يعني بالجانب الأمني تؤثر على الاستثمار في هذا القطاع؟ سؤالك محله، لأنه كل شيء بينوصل على الإنترنت في مجال يكون فيه خرق فيه، يلي هو إذا كان كمبيوتر أو تليفون أو كاميرا على الإنترنت أو بكرة ببيتنا براد أو بالمكتب بالمكاتب، كل هالأجهزة كل هالمعلومات، فكيف عم يكون في تطور تكنولوجي للرقمنة تكون موجودة بيومياتنا، عم يكون في تطور تكنولوجي يومي أمني ليحمي هذه المؤسسات وهذه الاستثمارات وهذه المعلومات الخاصة اللي عندنا إياها نحن، لأنه كل شيء موجود على الإنترنت عرضة للخرق. نحن عن درجة آمنة أم لا؟ سريعا. آمنة اليوم بدرجة آمنة، بس كل يوم في لازم تحديثات لحتى نقدر نوصل.